بالنسبة لمرض كورونا والوباء هذا اللي أصاب الدول العظمى واللي اللي اللي دخل حديث للعراق، هذا وباء مميت. أرجو من العوائل، أرجو من العوائل التزام البيت أولا. الشيء الثاني على حكومتنا المحلية وحكومتنا المركزية أن يكون جادين بغلق الحدود مع كل دول الجوار، كل دول الجوار بدون استثناء، لأن هذا الوباء لا قدر الله إذا تفشى عندنا ما راح يخلي طير بشر بالشارع. فالأرجو من العوائل العراقية، أرجو من العوائل العراقية أنه يلتزمون البيت، خليك بالبيت تضمن صحتك وصحة أهلك وجهالك وجيرانك، لأن أي تماس مباشر مع أي مريض راح الوباء ينتشر. الحكومة المركزية والحكومة المحلية لابد أن تعمل على قدم وساق حتى هذا المرض ينتهي ويتلاشى، لأن هذا المرض يعني شرد أقول لك عليه، مرض مميت عبارة يعني الدول العظمى اللي راحوا لها 10,100,000 شخص حالة وفاة، دول متقدمة ومتحضرة ومتطورة من ناحية العلاجات والمستشفيات. زين فكيف إذا إحنا هاي الكوسترات، أنا واحد من الناس نشرت هذا الموضوع إنه كوسترات دخلت عن طريق الحدود عن منفذ مهران، أرد أقول لك على منفذ مهران، عن طريق منفذ مهران واتجهت صوب النجف الأشرف، وهذا الشيء ممنوع، هذا الشيء ممنوع يا أخي، هذا قاتل، هذا قاتل، وباء قاتل. أنا شو معرفني إنه هذا الداخلي سليم أو غير سليم؟ هل يجرى له الفحص قبل لا يدخل أو ما أجرى له الفحص؟ هل كانت هناك وزارة الصحة، مديرية، أريد أقول مديرية صحة واسط، هل وقيادة شرطة واسط، هل منفذ مهران على مفتوح حاليا أو مغلق؟ بعض الأماكن، بعض الحدود أكو فيها خروقات، خاصة أكو مناطق فيها طرق نيسمية، التجار مع المواد الغذائية يحاولون يعبرون البضائع من خلال هذه المرحلة. حتى طلعت تقرير في مدينة البصرة يقول أكو طرق مائية يستخدموها أصحاب البضائع والتجار في نقل بضائعهم بين العراق وبين إيران، وهذا ما يسهل عملية العدوى بين المواطنين. أكو بعض العوائل مقتاتة وتعيش على الأجور اليومية، إذا ما يطلع للعمل إنه ما يحصل رزق يعيش عوائلته، وأكو لا والله إنهم يطلعون مجرد لأنه يردون يطلعون من البيت، فأكو أمور يروح الناس يتسوق بيها من السوق، أكو شغلات ضرورية، علاج، حالة طارئة يستوجب بها إنه الإنسان يخرج من بيته، وأكو حالات لا والله ما يستوجب الإنسان إنه يخرج من بيته. ونرجو من الله أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وإن شاء الله أزمة وتعدي. مستشفيات العراق بصورة عامة لا يوجد بها بنية تحتية، وهي فقيرة لأبسط المستلزمات قبل حصول هذا الوباء، وما عندها استطاعة أنه تقاوم هذا الوباء، لكن بالتعاون مع المواطنين والالتزام والتوعية نقدر إن شاء الله نحصر هذا الوباء في أقل عدد ممكن. Thank you.
أنه أهم حالة وأهم حاجة أنه يتطبق الحظر من قبل الشعب، لأنه وباء ومرض ما إلى علاج. علاجه الوحيد هو الحظر. ابقى في بيتك، اخذ لك مسواق مال اسبوع اسبوعين ثلاثة، اخذ واقعد في بيتك، حافظ على نفسك، حافظ على جهالك، حافظ على عائلتك. وبشكل ما قال الطبيب الهندي فد مقولة كلش حلوة، يقول فيروس الكورونا ما يجي عليك، وانما انت جاي تروح له برجلك. فاقعد ببيتك ولا تروح الفيروس الكورونا برجلك. والله شريحة كبيرة من مجتمعنا العراقي تعتمد في قوتها اليومي على 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 الكسب اليومي، يعني يطلع للشغل يحصل له 5,000-10,000 دينار يقوت بها عائلته. أما إذا قعد بالبيت احتمال عنده فد كم دينار ضامهن خلال أسبوع خلصان، فإذا طالت المدة أسبوع وأسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين فهذا راح يبين عليه. بخصوص التكافل الاجتماعي، احنا الان بمحافظة واسط نشوف اهل الخير مبادرين صباحا ومساء مادين يد العون للناس، والله يجازيهم. واذا ترجع للواقع الاجتماعي والحياة، الحياة صعبة، صاحب القوت اليومي ممكن يطلع يكسب قوته بيومه وثاني يوم يصرفهن، بس الحظر صار له شهرين، واكو انباء يقولون يمددونه الى عطلة العيد. فهذا الناس مش مأزة من يمه، مش مأزة من يمه، مو بطران الناس، بس الفقر والعوز. إذا ما عدتي فارغة أنا ممكن أطلع، هو جابرنا على المر غير الأمر منه، ولا أنا لو متخم وشبعان ما أطلع، ما أكسر الحظر. الإجراءات الحكومية بتلافي وباء كورونا اللي منتشر حاليا مو بالمستوى المطلوب. أبسط مقومات الحياة ما موجودة بمستشفياتنا. لما ما تروح للمستشفى ويناقشك صاحب العلاقة يقول لك هاي إمكانية الدولة، هاي إمكانية وزارة الصحة. فأكو مثل عندنا بالعرب يقول الشك كبير والرقعة صغيرة، مشكلتنا كبيرة. والله إذا وزارة الصحة تسيطرنا على الموقف وتوفر كافة المستلزمات بالمستشفيات، خلي يفتحون الحدود. وإذا هم غير قادرين على يوفرون كل المستلزمات بالمستشفيات فخلي الحدود مغلقة أفضلنا من أن تنفتح. وزارة الصحة هي أفضل دول العالم ما سيطرت على هذا الوباء. فوزارة الصحة احنا بالمركز وكل شيء نعرف، ماكو شيء خفى علينا. الوضع وزارة الصحة مو مستوى الحدث، الحدث كبير كلش كبير، واحنا امكانياتنا بسيطة. ولما ما تناقشهم يقول لك ميزانية ماكو، يقول لك حكومة تصريف اعمال موجودة ما جاي تصرف لنا. فالمشكلة كبيرة، ونسأل الله ان يكفينا شر هذا الوباء، وبعد ان شاء الله القادم افضل. هاي لقطة جوا، أيوة.
الحكومة لحد الآن ما قادرة على مال مكافحة الكورونا بالعراق، لأن أي متحدث لحد الآن من الحكومة كلها ماخذ صمت الحكومة، ماخذ صمت الحكومة. أريد مسؤول طلع بالتلفزيون وتحدث عن إيش يحتاج الشعب العراقي، إيش يحتاج الفرد العراقي، إيش يحتاج المعاناة مالته، ماخذ صمت ولا مسؤول من رئيس الجمهورية إلى رئيس وزراء إلى أبسط شيء، أبسط واحد بالدولة، ما كلها ماخذ صمت لحد الآن. ما جادة ما يهمها الحكومة، لو الشعب كله يتمرض، وهذا في سبيل عدم غلق الحدود مع إيران. كل الدول تغلق الحدود بس العراق مالتنا ما تغلق الحدود مع الشعب العراقي، مع الشعب الإيراني. واضح السبب، هو السبب هو إدخال كل شيء من إيران في سبيل تدمير الشعب العراقي. بالتأكيد هناك تكافل اجتماعي بين الناس، ولاحظنا هذا في الكثير من مدننا العراقية، وبالأخص محافظتنا محافظة واسط، حيث قامت مجاميع من المتبرعين بتوزيع حصص على المتعففين في المحافظة. من الطبيعي أن الدولة عاجزة عن توفير المهام الأساسية للصحة. ممكن الأطباء يقومون بمهامهم الأساسية أو ربما الممرضين والكادر الصحي، إلا أن هذا لا نتأمله من دولتنا، على اعتبار أنه هي هذه الدولة ما وفرت لنا أي أمور، خاصة الأمور الصحية أو الأمور اللي وفرتها جميع الدول ما عدا العراق، ما وفر الشيء المناسب إلى الشعب. فضلاً عن أنه الشعب عاجز عن توفير أبسط الأمور وأبسط الأشياء، الكمامة مثلاً، هذه بعض الناس عاجزة على أنه تشتريها، خاصة بعد ما زاد السعر إلها. بعض الناس فقراء ما استطاعوا أنه حتى يلتزمون بالحظر. الإمام علي عليه السلام قال: لو كان الفقر رجلاً لقتلته. هذا المعنى عميق وكبير، القتل فضله على الفقر، والقتل من الأشياء العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الفقر والعوز هو اللي يدفع الناس إلى كسر الحظر حتى تجمع قوتها، وهذا السبب اللي ممكن أنه إحنا نزيل سبب إشاعة هذا الفقر، ممكن نزيله بمهام التكافل الاجتماعي اللي حصل بين أبناء الشعب الواحد وبدون مساعدة الحكومة. بعض الناس جمعوا فلوس مبالغ كتبرعات، وخاصة من بعض العوائل، خاصة بمنطقتنا احنا، فجمعوا الشباب مالتنا مبلغ من المال واشتروا مواد غذائية وخلوها بعلاليق ووزعوها على العوائل الفقيرة. وهذا نوع من التكافل الاجتماعي بين المجتمع، لان احنا دنمر بأزمة مالية أو أزمة اقتصادية أو أزمة ماكو شغل، حظر تجوال، هذا فتعطلت، كأنه تعطلت الحياة بكاملها.
فأكو ناس عندهم رواتب يمكن يقدرون يمشون أمورهم، بس أكو عوائل حتى رواتب ما عندها ولا رعاية اجتماعية. فإحنا بيناتنا كتكافل اجتماعي وحتى رب العالمين يرفع عنا هذا الوباء، والله هي وزارة الصحة بشكل عام ومستشفياتنا بالعراق بالأيام العادية هي يعني ماكو كل الأدوية، كل الأدوية نشتريها من برا، خاصة هاي الفترة إذا انتشر الوباء لا سامح الله وزادت أعداد الإصابات، فإن المستشفيات مالتنا أصلا ما تقدر تستوعب هاي الأعداد. ليش؟ لأن كل الأجهزة الطبية ما متوفرة، كادر طبي متخصص ما متوفر، حتى أبسط الأشياء الكمامات هاي الهسة اللي بيحتاجها كل الناس ما متوفرة لا بصدريات ولا بالمستشفيات. فبعض الناس تبرعوا من عندهم بأن يخيطون كمامات ويوزعوها على الناس مجانا، وأنا من الناس مستعدة أسوي كمامات وأوزعها على الناس مجانا. هناك كثير من المواد والحاجات يحتاجها المواطن الاعتيادي، سواء الكمامات سواء الكفوف سواء الحالات الاعتيادية المعيشية أيضا، ويجب على الدولة أن توفرها للفقراء مثلا، وعزة الحكومة أن توفرها للناس البسطاء. كثير من العوائل لا تمتلك يعني حتى رغيف الخبز في البيت، اصحاب القوت اليومي اصحاب الاعمال الحره يعني ذولا الكسبه، يعني عندنا كثير من الاعمال بالعراق يعني خلال يوم واحد، يعني اليوم اللي يشتغل به ب 10000 15000 يعيش اهله، يعني هذا المواطن اللي عنده 2 جهال 3 جهال شو يوكلهم؟ من لا تلحق لا للحليب لا للحفاضات لا للخضروات لا للفواكه، يعني لازم تكون اجراءات من الحكومه تخلي فدروات محدوده لاصحاب الدخل المحدود. بهذا السبب اجل الموت الموت بسبب من المرض اهون من الموت من الفقر.